شيخ عندنا شغلة يمك وما حد يقدر يحلها ويفهمنا اياها غيرك. وصلت. شيخنا ادانت من واثق 5,400,000، قال لي ترجع لي اياها خلال 10 أشهر وكل شهر تعطيني زايد 100,000. زين. وإذا ترجعها بنص المدة تعطيني كل شهر 50,000 وتيها علي، هسه أنا ما أعرف قد أطيش قد آخذ مني. تنطي كل شهر 340,000. زين. وإذا نويت تنطيه إياه بنص المدة تنطي كل شهر 350,000. ما شاء الله عليك شيخ، عقلك يجي بالتاهي. اكو شي بعد؟ والنعم منك، بس عمي شيخ رايدك. هذا محمد خلي يروح لبيتهم عنده مشكلة. شلون عرفت شيخ؟ تعب الشغل يبين بالجسم، بس تعب الروح يبين بالوجه. هنيالك على هاي الفطنة شيخ، هو صدق عنده مشكلة ويا اخوانه، بس ان شاء الله تفض. ان شاء الله. يلا مشكور شيخنا. شيخنا رعد عنده شغلة وياك. هلا برعد. السلام عليكم. عليكم السلام. رايد مساعدتك. قول. جتنا المدارس وسارة بترد ادخلها للمدرسة ومحتاج 100,000 مساعدة منك. تعال السنت تجي وتدلل. ليش السنت تجي؟ بنتك ان ولدت 20/4/2014، يعني عمرها 5 سنوات، بعدها ما مستحق مدرسة. شلون؟ وانا ما اتذكرش وقت المولدة. لا تتصور اكو سالفة بيها الرقم ما اتذكرها. يعني هسه ما لقيت غير شيخ خزان تضحك علي. يلا انا ترخص الوالد بالمضيف رايدني. مرخوص شيخ مرخوص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخوك وين بويه؟ خابرته جاي. هذا راح يجي متاكد؟ ما اعتقد هذا العار راح يجي. بويه انت تعرف بالطلاب اللي صارت قبل شهر، والجماعه جايين هسه وياهم كبير فخذهم يردون يشوفون ايش راح نسوي. انا قلت لهم من رخصتك الشيخ. تفضل. انت مو كبيرهم. يا عم لا لا سوي لك يا ابو زينك يا عم ما تجي ما تجي شنو يا ابو مو كبير وين انت لك يا شي شي قال هسه شيخ مو رخصتك شيخ هسه هذا اللي مثبت بالحكي شلون اللي بهي السالفه بديوانك يا شيخ عفو عليك على كيفك ابوي خليه يكمل هذا اللي متمت بالحج ما يكذب مثلك انت مأجرينك وجايبينك لا ها شنو عمي عمي اسمع جيبوا كبيركم تعالوا على راسي ها خليك ابو علي انا كبيرهم بس انا كبيرهم شيء ما رخصتك على كيفكم خليك كمل عدد لي اسمك السابع جد اسمي السابع جد ايه حاضر اسم ال ايه انا سالم زاي الصيوان محمد جاسم بسك بسك انت مو منهم انت من بني جارد ها عفا عليك شيخ احكي يا شيخ هسه عفوكم من الرجال صدق هو مو من عندنا صديق وجاي يساعدنا لا عاد انا ما اتفاهم وياكم جيبوا كبيركم وتعالوا حتى كل من يتحمل نتيجة كلامه وهلا بيكم حتى تعرف اللي
متمت ما يكذب. بسم الله الرحمن. قواك الله حج. هلا ولدي هلا استريح. استريح ابوي. وين شنت؟ موجود يمك حجي. رايدني؟ اي ابوي. رايدك بموضوع مهم. عد عيناك ابوي اقول. ابوي غسان. انت الى متى تظل بدون زواج؟ انت ابني الكبير والعزوبيه مو زينه. ان شاء الله الشيخ ان شاء الله عن قريب. اقول لك ابوي غسان، انت كل ما افتح وياك هذا الموضوع وتقول لي عن قريب ان شاء الله وتيهني، شنو موضوعك؟ احكي لي. شي لي اكو شي بوي. انا احب وحده وياي بالكليه، بس شلون اروح واقلها انا احبك؟ 4 سنوات ما قدرت اقلها صباح الخير. لا حول ولا قوه الا بالله. وبقت وياي سنتين بالماجستير وهم ما قدرت. وليدي انت رجال دارس ومتعلم ومثقف، يعني انا علمك يا ابوي اكتب لها مكتوب. جاء قضيها مكاتيب يا ابوي. وليدي انت ابني الكبير، يعني انت الشيخ اذا انا متت. بسم الله ابوي. انا عندي موضوع واريدك تحكي لي الصدق. قول ابوي شدك. انت اكثر من مره تحكي بالموت، اكو شي انت ضام علي؟ لا ابويا ما ضام عليك شي. لا ابويا اكو. انت كل ما تروح للطبيب ما تاخذني، ومن اسئلك ما ادري ايش تقول وما تجاوبني. هسه تركنا من هذا الموضوع، انا ارد اقول لك على شغله بس. لك انت ما تستحي، يعني طبيت ما سلمت؟ امنت بالله النوب تليفونك كله دق ورقص ذكر شوكت تقول عيب. حيل هاي كلها دا تربيني؟ طبعا الناس تقول علي من تربي، اذا نصيحة صار لك بيها نص ساعة. طيح الله حظك، ولك ما حد مسود وجهي قدام العالم غيرك انت. هذا اخوك كمل دراسة وكمل ماجستير بالقانون وراح يخش على الدكتوراه، وانت ليه هسه متوسطه ما طلعت من عندها. وش يفيد القانون يابا اذا ترافع عن واحد يظل وياه يومين؟ اسكت. ولك على الاقل هذا اخوك اخلاقه كل العشيره تحكي بيها، وانت يوميا جاي مصيبه من عشيره من ورا البنات ذن اللي تقمز وراهن 24 ساعه. اوه هسه قابل ما اذيكم ما اذي روحي. ولك شلون ما مأذينا؟ ولك غير انت واحد من عندنا، ولك هذا اخوك صح عنده مشكلة بلسانه بس عقله يوزنك انت وعشرين واحد مثلك. يا ابا غسان قلبه رجيج ما يخوف. اقول له امشي ندق بيت يقول لا نحلها بالعقل. هسه لا يدق بيت لا يدق ويرقص. يا ابا ترى غسان يبركس العشيرة ما يرفعها. اطلع ولك اطلع برا ما اريد اشوفك. اطلع اطلع. زين ما طردني غسان، كان الباكر يلا انطردت.
رد اطلع. هذا شلون اذا انا متي تدبرها وياه؟ هم جبت طار الموت كافي يا شيخ. ابوي غسان عوفني شويه ارد امدد وانام، صدري مشتعل بي نار. اخ ابوي قلب مقبوض ما يهل اعوفك وحدك. خليني ارد ارتاح ابوي، ارد ارتاح بس عدل المخده ابوي. يلا براحتك براحتك. يا رب. أخوتي والنعم منكم، وإحنا اليوم قاعدين هنا حتى نخلي شيخ مكان الشيخ أبو غسان الله يرحمه. الله يرحمه. وأنتم مثل ما تعرفون هو عنده 2 وليدات كلهم خير وبركة، غسان وعمي. والنعم منهم. عمي أنا أقول اللي عنده ولد مثل غسان يعني ما مات، لأن ماكو بحكمته وبعقله. عمي مرة خصتك، غسان الزينات البي ما شفناهم بحد. من رخصة عمامي، غسان والنعم منه، ثقافة وعلم وأخلاق وهيبة وما شاء الله شايلهن كلهن، وهاي مو جديدة عليه، هذا تربات أبوه الشيخ الله يرحمه بهذا اليوم وكل يوم. العشيرة تحتاج عقل، والعقل يم غسان هو اللي يدلينا على الطريق الصحيح، بس وقت المقابل والمزامط احنا نحتاج اللسان اللي يخلي الزلم توقف وتجفل. غسان اخونا وهيبتنا ورفعت راسنا، وهو اللي راح يدلينا على الطريق الصحيح. بس لا تزعلون مني اخوتي، لا تزعلون مني، الطريق الصحيح يا الراد لسان صحيح. فأنا أشوف أمير غسان شوفته انت بعد يوم اخوتي وولد عمي من رخصتكم. يعني احنا بعد ما سولفنا وسمعنا كل واحد حكى العده، انا اشوف امير يصير هو شيخ العشيره. والله والنعم من عنده، والنعم من عند شيخ امير. خير عليك ابوي، مبروك عليك الشيخ، مبروك شيخنا. نعم والله عمي، نعم من عده تبع الدوار عمامنا وما تقصرون. شاف وليدنا، وليدنا من عنده، وليده قاعد يدي وحشيه كبير عاوز بك. الله يبارك فيك ويحفظك وليد، هاي مسؤوليه ترى لازم تتحملها، وعينك على عمامك وخوتك. بيقدر تبحلق بالقاف شبه مشوار
بتذكرك بدعامية قديمة؟ لا لا مش واربك. تيشيرتي ذكرك بوردة كنت تختل وراها؟ لا لا مو تيشيرتك. لا يا أخي شكلك ما لاحوق مو الموظف. هسه بديت أحترمك، مع العلم شكلك مو محترم. إي نعم أنا لاحوق. يعني تعترف؟ إي حبي أعترف. 17,000 يلا. هاي شنو تطلب رشوة؟ وبالعلني لك وينك موظف يسوي هيك؟ احنا اتفقنا انا مو موظف، انا واحد لاحوق. من يشوفني موظف ذاك الوقت استغرب، واللاحوق كل شيء توقع من عده. واذا ما انطيتك 10,000 شو تريد تسوي؟ هنا راح اخليك تصير لاحوق وتفتر من دائره لدائره. امر يالله معقوله؟ يعني ماكو واحد شريف؟ يا اخي ايش قد تحاول تصير شريف؟ الشرف يتعب. هسا اعتبر المعامله خلصت؟ لا هذا القسط الاول. القسط الاول شنو؟ احنا اتفقنا انا مو موظف، انا لاحوق. واللاحوق شنو؟ كل شيء توقع منه. انا اخذ على المعامله 50,000 بس راح اقسطها عليك. تروح توقعها من دائرتك وتجيني ورا اسبوع. لك الشريف. الشرف يتعب. آني لاحوق لو موظف؟ طبعا موظف. لا تعطينا 10,000. فهمتك، انت اذا موظف تطلب 10,000 من جوا لجوا، واذا لاحوق تطلب علني. بديت احترمك ولو شكلك مو محترم. هسه شنو الاجراء؟ روح اسال المراجع اللي قبلك وسوي نفسه بالضبط. سمعتك تقول له جيب توقيع دائرتك وتعال بعد اسبوع. انا ايش قلت له؟ غلط، المفروض اجيب تأييد مجلس بلدي. بس يلا من اجي مرت له اقعد اقول له. انت صدق تحكي؟ شوف معاملتي انا مو يوميا جايك. هسه تجيب توقيع دائرتك وبعدين نتفاهم. اكيد؟ ما ادري. انتظر وراك، يجوز اغير رايي بمعاملتك. عادة عادة باو علي هيك، انا واحد لاحوق. الا اشتكي عليك والله. ها انا اسف. تعال تعال. شفت ما تمشون الا بالعين الحمراء. اكو ابو تاكسي بباب الدائره، خاف ما عندك سياره، روح له قول له اريد اشتكي على اموري. هو راح يوديك، هو اصلا عايش علي، وانا يوم نتقاسم الاجره بالليل. شلون الشغل عالم؟ السلام عليكم. انا موظف. موظف واحسن موظف. واذا المعامله مالتي تكلف 50,000 هاي 60,000 وهذا الالف ما شاي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل استريح اموري. الأخ حافظ مبعوث النزاهة الدائرة. رحم الله والديك أستاذ. هم زين جيت. أنا واحد فاسد، أنا واحد مرتجي. وين أكو واحد يحكي عن نفسه بهالطريقة؟ إيه أنا أطلب هواي شغلات من المراجعين وأشتلهم. وش تطلب منهم؟ يعني مثلاً إذا المعاملة مالتهم تطول دقيقة استاذ انا اقول لهم انتظروا دقيقه ونص. استاذ انا مجرم، انا استحق القتل استاذ. مو يا معود خوفتني عبالي صدق انت فاسد. وانا هذا طبعي. عمي طرحت انت تخوف انه بخاف اروح اشرب استكان شاي وروح يبلغ علي. شوف اقول لك، تجي الساعه 8 تطلع الساعه 3 ماكو لا شاي لا جقاير، تليفونك تخليه بالاستعلامات، حالك حال اي مراجعه. شنو هاي؟ انه هو دي يراقبني. ادري العاد شكو دزون لي هنا وقالوا لي اكو فساد. ومن باشر دوامك يمي. واستاذ هاي الخمس دقائق اللي تاخرتها هنا راح تخليني اتاخرها 10 دقائق بنهايه الدوام. شكرا. استاذ حافظ صار لك شهر يمنا، ان شاء الله مرتاح. توب توب ما غشك. السلام عليكم. قلت لي تعال ورا اسبوع، جيتك ورا شهر، ممكن تخلص المعامله اذا انت شريف. الشرف يراد له تعب.
انا ما ابيها حيل. باو عليك، اذا راح تظل تلوس بالحكي وتجيني منها وتوديني منها، هسه اشتكي يم هذا المراقب ومو بعيد اذبك بالسجن. يما خوفتني بعيد شلون ترجع بعد. قش مرطين 15,000 خل اكمل لك المعامله مالتك. لك انت مكتوب مو جايبي لك مراقب، لا وفوقاها مزيدها للتسعيره. ادري مو كانت 10، ليش 15؟ مو 10 الي وخمسه الاستاذ حافظ ابو النزاهه. ها حلو، يعني الموظف ياخذ رشوه والمراقب اللي جاي بيه على الموظف هم ياخذ رشوه. لا ربحنا. مر لي بعد شهر الشريف الشرف يتعب. السلام عليكم حبيب قلبي. طبعا اللي حوق اللي بداخلي كلش كلش يشكرك، لان اشتكيت ام الجماعه وجبت هذا الرجال المسكين حتى يستفاد. يلا ورق 15,000 والمعامله. يعني لو ما مشتكين هواي احسن. وهذا احسن توقيع من اسرع لحوق، وبطريقك سلم على عمك حافظ. الله يقويك. الاساتذه جايين حتى يشوفون خافك ابوك مو بس، ترى غرفتي كلش صغيره ما تكفي ثلاثه. الاخوان جايين من جهه عليا كلش، وراح ياخذون غرفه خاصه بيهم داخل الدائره حتى وين ما يصير فساد يعالجوه. يعني مثل ما تعرف اموري الشكاوي كثرت. تفضلوا يا حكايتي احكيها مره واحده ما بي حيل عيدي. كل واحد يعطيني 30,000 ويمر لي ورا شهر. زين ليش 30,000؟ مو كانت 10؟ اي 10 الي وخمسه الاستاذ حافظ. هسه هاي ال 15 افتهمناها، ال 15 الثاني على شنو؟ مو جابوا لنا ثلاث مراقبين كل واحد على خمسه، هاي 15. حبابين عافيه عافيه بالاولاد. شوف اذا ما اوصل اعلى ناس بالدوله والا خليهم يسووا لك حد. منو تروح اخذ من اكل على الواهز؟ الله يخليك استاذ اموري، أنا واحد لاحوق وأنت موظف محترم، وأنا ما مقدر قيمتك كنت، بس إذا ممكن بلا زحمة عليك تقدر تخلص المعامل اليوم؟ قهرتوني، أنا إيش بيدي؟ أعطوني 50,000 وأنا خادم. طيب مو كانت 30,000؟ شو أسوي؟ الدولة خلت هاي الكاميرا. لازمها واحد موظف فتقه نقينه. اي هاي شغله زينه خلوا كاميرات. انا هم قلت هيك. انت قلبك طيب مثلي، بس طلع الولد قنقينه مو مال نزاهه، قنقينه مال فلوس ما يقبل اقل من 20,000. لا انا ما ادفع بعد ولا فلس. روح اشتكي بلكي تجيبون واحد ثاني وتصير 60-70 ما ندري. ابو التاكسي منتظركم جوا. استاذ ترى ما يصير هالشكل، كل يومية مزايدين التسعيره شويه من ورا المراقبين اللي جايبيهم. عمي خلي يرجعون على قبيل هواي احسن. كنا ندفع 10,000 ومقابلين، هسه خلونا ندفع 100,000 رجعونا على اموره هواي احسن. ودول المراقبين كلهم طلعوهم لان دول زايدوا المصيبه ما حلوها. الله يذكرك بالخير حافظ. كان مقلع علي الغرفة شو وقت ما حكي جاي قلب بالتليفون. وهسه شلونك اموري؟
بخير ما دام الفساد بخير. تدلل وكل شيء راح يرجع مثل قبل. يعني ترجع 10,000؟ بالضبط. 5,000 لك و5,000 لي. لا حوق مو بيدك. ولا حوق كل شيء توقع من عديك. تصدر العراق عام 2017 الدول الأكثر فساداً في العالم، ويليه فنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان. وأظهر التقرير العالمي نفسه إن الدول الأقل فساداً في العالم هي نيوزيلندا ثم الدنمارك، تليها فنلندا والنرويج وسويسرا. هالحكي هاي الدول هم كلهم عراقيين، ليش بيها الفساد قليل؟ ها مو العراقي إذا شاف قانون راح يمشي عدل. صدرت أوامر استقدام في حق 32 وزير أو بدرجة وزير، تسجلت بحقهم 44 دعوة قضائية. البعض منهم كان خارج العراق ويحملون جنسيات لدول أوروبية وأمريكية. مرة هيئة النزاهة نشرت تقرير سنوي ومن قريناه لقيناه مليان بلاوي. ممرضة ماخذة 25,000 من واحد بمستشفى الولادة لين إجاه ولد، ومعقب ماخذ رشوة بدائرة الجنسية بوحدة من المحافظات. ذني القويات عود لأن السالفة كان بيها قضايا الفاسدين ماخذين خردة. ويقولون والعهد على القائل اللي هو من عرفه أصلا إنه أكو دوائر هي تكافح الفساد، بس حتى تتعين بهاي الدوائر لازم تدفع رشوة. أعيدها لو استوعبتوها زين، إذا ما عدتها أحلف لكم لو تصدقوني.